عامل مبدعة صممت وأنتجت نعال جلدية وتفانت في أشكال طرزها لعرضها بحلة جديدة تثير إعجاب الزبناء سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. هذه المنتوجات المعروضة هنا بتارودانت تستجيب لمعايير الجودة. بالنسبة للصندالة الرودانية يعني كاينين بزاف الأنواع الجلد باش كنخدمو، الجلد ديال الإبل، ديال البقر، وديال الماعز، وديال الغنم، ديال الخروف، وديال النعجة. ما دام الشباب يتعلمون من آبائهم وأجدادهم الحرف التقليدية وكلهم أمل لمواكبة الزمن والتطور وصون أصالة هذه المنتوجات والعمل على ابتكار طرق جديدة لتسويقها، فإن مستقبل هذه الصناعة بأمان. وحنا راه كنحاولوا نستمروا بطبيعه الحال عن طريق الجمعيه اللي خلقها المعلم ديالي اللي هي فالاكوير، اننا نديروا ورشات تعليميه للشباب والاطفال ولا حتى الناس اللي مهتمين باش يجيو يكتشفوا الصناعه التقليديه ديالنا خصوصا الصنداله ونمروا هذه الرساله بالاجيال. الصنداله الرودانيه كتعتبر هنا مدينه تردنت عندها واحد السخم ديال الحرفيين كثار تيخدموا في هذه المهنه هذه ديال الحرفه ديال الجلد. الأسواق الرودانية تسعى لتقديم عرض متنوع من النعال بأشكال متميزة ومتجددة مع كل موسم جديد، ليظل النعال الروداني يزهو بألوان جذابة ويتناغم مع الملابس التقليدية والعصرية. وهكذا أصبحت صناعة النعال بتردانت مصدر فخر وأحد أهم تخصصات الصناعة التقليدية الرودانية.